حط في بالك السيناريو ده، انا عاوز ادي لحد فايل بس فايل مساحته كبيره شويه، اما هو يجي ياخده او انا اروح ادهوله باي اكسترنال ديفايس. بس الموضوع ده بيزك جدا واحيانا ما بيختمش، خصوصا لو دي ماتيريال شغل ومحتاجه بشكل ضروري زي دلوقتي. فبتروح لحل تاني انك تضطر تعمل ابلود للفايلز دي ايا كان حجمها على واحد من خدمات الكلاود سيرفيس. بس المشكله هتكون في الابلود اللي ممكن ياخد منك ساعات وساعات عشان يوصل له، بس ده لو ربنا كرمك والنت عندك كويس في الابلود. طبعا الوقت اللي هياخده الفايل في الابلود كان زمانك رحت له احسن واوفر كمان في الوقت، لان في بعض الوقت انا دايما بقول ان في حلول ذكيه ممكن تستخدمها زي كيوناب. مش هنخلص بقى. طيب استنى معايا شويه، مش بالضروره تحب الجهاز زيي، انا بحب الجهاز لان انا بستخدمه كتير جدا والحقيقه بيوفر علينا حاجات كتير جدا، بس على الاقل اعرف الحلول اللي ممكن يقدمها لك كنوع من انواع الثقافه، مش بالضروره تكون مناسبه بالنسبه لك، ممكن فيما بعد تكتشف انها مناسبه بالنسبه لك. الفكرة ان كيوناب زي ما وضحت في حلقة فاتت هتطلع لك من هنا بيديك اكسس من جوه الشبكة المحلية او من بره الشبكة بتاعتك. فانت بعد ما بتجيب وحدة مثلا زي الكيوناب TVS 672N، النسخة دي فيها بروسيسور كور i3 800 من الجيل الثامن، رامات بحجم 4 جيجا بايت، وتقدر ترفعها ل 32 جيجا بايت 16:2 من نوع DDR4 طبعا، ومفيش في النسخ دي بروسيسور اعلى من الكور i3. فيها عدد 6 اماكن تنفع لتركيب الهاردات ال 2.5 بوصة او ال 3.5 بوصة او SSD بحجم 2.5 بوصة، ده غير ان فيها مكانين لاثنين M.2 PCI Express 3x2 او X2، سرعة نقل توصل ل 2 جيجا بايت في الثانية الواحدة للبورت الواحد، يعني لو عملت ما بينهم ريد هتاخد 4 جيجا بايت. اللان اللي في الجهاز بسرعة 5 جيجا بت في الثانية الواحدة مع 2 كمان بسرعة كل واحد فيهم 1 جيجا بت في الثانية الواحدة، الى جانب الى ان في 2 PCI Express 3 عشان لو حابب تركب كروت لان توصل سرعتها ل 40 جيجا بت في الثانية الواحدة، او تركب ادابتورز لل M.2 SSD PCI Express 3 X4 او تركب فيهم Thunderbolt 3. فانت بعد ما بتهيئ الجهاز بتاعك زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، خصوصا نقطة الستورج ونوع الفوليوم بتاعك، عشان يكون ليك اكسس على فولدرات كيوناب او تكريت فولدرات كيوناب. طبعا السيستم بيخلق فولدرز معينة ممكن تستخدمها، بس انا من الناس اللي ما بيحبش يجي جنب الفولدرز الديفولت بتاعت السيستم، انا بحب دايما اخلق النظام الخاص بيا في الترتيب وابدا انظم الفايلات بتاعتي او الفولدرز بتاعتي على حسب التيمز اللي شغالة معايا، وبعدها ببدا اعمل اليوزرز اللي هيقدروا يخشوا على الكيوناب سواء او جلوبال عن طريق كلاود لينك اللي برضو اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. تقدر تدي لكل يوزر صلاحيات معينه زي انه يقرا ويكتب بس الفولدر ده، بالتالي مش هيظهر له غير الفولدر ده، او انك تدي له ادمن اكسس في حاله انك عاوز حد يهندل معاك العمليات اللي بتحصل على كيوناب اول باول. انا بحب دايما اكون الى حد ما ديكتاتور شويه في النقطه دي، بحيث ان الغلط اللي يحصل في الجهاز بتاعي انا عارف الغلط ده انا اقدر اصلحه، لكن لو حد تاني عمل غلط بضطر ان انا اقعد ادور شويه لحد ما الاقي فين المشكله دي. انا دلوقتي عملت الفولدر او الشيرد فولدر اللي الناس هيكون ليها اكسس عليه، واديت لهم صلاحيات معينه زي قرايه بس او كتابه بس على حسب كل يوزر. ايه اللي يحصل لو انا عايز اخلي شخص معين من بره الشبكه بتاعتي خالص ياخد اكسس على فولدر معين في فايلز معينه هو محتاج يبص عليها، في نفس الوقت ده يكون الفولدر ده او الفايلز اللي جواه محميين، بحيث ان الشخص اللي هيكون معاه الباسورد هو الوحيد اللي هيقدر ياكسس الفايل ده، وكمان لمده معينه مش هتتساب سداح مداح. ده فعلا موجود وبيتم باكتر من طريقه، منها الشير على السوشيال ميديا، ببعت له الاكسس عن طريق الميل او ببعت له لينك خاص بيه، اللينك ده هيكون ليه باسورد خاص بيه، يفضل تسيب السيستم هو اللي يخلقه او انت تخلق حاجه معقده بنفسك، وبتدي له مده زمنيه معينه بجانب انك تقدر تخلي لليوزر ده يرفع فايل على الفولدر ده. كل ده والشخص اللي خارج الشبكه ملوش غير صلاحيه القرايه بس على الفايلات بتاعتك، يعني مش هيقدر يعدل او يمسح اي حاجه من الفايلات دي. كده انت ببساطه شديده جدا ومن غير مجهود كتير واستهلاك كتير لكوتة الانترنت بتاعتك وهسل ازاي تخلي الداتا بتاعتك تروح لاكتر من شخص، حتى لو الشخص ده مش شغال معاك في المكان اللي انت شغال فيه. الموضوع مش بالضروره يكون حكر على الاشخاص اللي موجودين على كيوناب بس، المجهود بس اللي بيتم بذله هو رفع الفايل من الجهاز بتاعك او من البي سي بتاعك او من اللابتوب بتاعك او من جوه الشبكه بتاعتك لجهاز كيوناب، وده صدقني كمان مش لازم تعمله بنفسك، ده بغض النظر عن سرعات الانترنت. طبعا انا مقدر انك شايف ان الموضوع مش كبير قوي، بس الحقيقه الموضوع كبير جدا.
كيو ناب كشركه مش بتستهدف فئه معينه بعينها، يعني مش الاشخاص بس او الشركات بس بمختلف انواعها واحجامها، ممكن عادي تلاقيه في مصالح حكوميه اللي تقدر تعتبرها منظمه محتاجه فعلا الفايلات تكون موجوده على جهاز واحد، وده فعلا موجود هنا في واحد من المصالح الحكوميه واللي شفناه بعيننا الاثنين دول. ما كناش مصدقين هل هم عارفين ايه ده وبيستخدموه ازاي ولا الموضوع بالنسبه لهم عادي. مش لازم كل موظف يكون عارف ايه ده، المهم ان يكون في حد عارف ان الجهاز ده بيقدم خدمات كتير هتحل مشاكل كتير، ومش بالضروره ان الموظف ده يكون عارف المميزات اللي ممكن يقدمها، زي حاجه مثلا زي الهايبرد باك اب سينك اللي اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده. ممكن تروح تتفرج عليها او تستنى الحلقه اللي جايه، بس طبعا مش هيحصل الا لما تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير، لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، اتفرج على الحلقه اللي تظهر لك حالا، وكما هي العاده اتمنى اشوفكم في الحلقه الجايه.